شوف اليوم انا مع مين. اهلا اهلا يا صالح. مع نرمين. اهلا. بعد راسي الفنانه السعوديه نرمين محسن. ويلكم في الايفنينج كول وفي سولو ذا ون. طبعا اول شيء حابه اقول الله يعطيك العافيه صالح، وان شاء الله دائما متالق ومبدع كالعاده، وسعيده اليوم متواجده معك. اكيد انا راح ازيد تالق لان نرمين موجوده. يسعد لي قلبك نرمين. تدري ان انا اول مره ادري ان عيونك مخضره؟ والله والله العظيم. اوكي، على بالي طول عمري ان انت عيونك خضره. لا انا عدسات بس مو مبين. برافو عليك. شو نوع العدسات؟ خل البنات يستفيدون. لا سر سر، خلاص مو موقعين معك. لا لسه ما وقع. وقعوا معاها. وقعوا معي عشان وقعوا اي دعايه عدسات، لان عيونها جميله ما شاء الله. نرمين انت اصلا جميله. تسلم لي والله. ار يو ريدي؟ ريدي. الاسم الثلاثي؟ نرمين محسن. الثلاثي؟ لا اكثر من كذا. لا نرمين محسن. شو عائلتك؟ لا ما اقدر. قبيله صح؟ علم قبايل. ف والنعم. والنعم بحالك. العين والراس يا نرمين. تسلم. كم عمرك؟ تحت ال 25. حبيت. ليش ما تقولي انك مواليد 95؟ ما راح اقول مواليد كم بالضبط، وعشان ترى طفله هذه اللي تشوفونها طفله صغيره وايد بالعمر. يعني ايم شور يعني عمرها وايد صغير. يمكن لما قابلتك اول مره يكون عمرك 18. عاد خلينا ناخذ. وانا دخلت الفن بدري، بس ان عبالهم الناس عشان انا شكلي اكبر من عمري لما دخلت، فعبالهم اني كبيره. الحين يقول ها كم صرت؟ 40 30 ما ادري كيف. يا جماعه هدوا، انا دخلت صغيره. انت صغيره ومبين عليك ان انت صغيره بالعمر. الحمد لله. مواليد التسعينات. كم وزنك؟ ما اعرف يعني، ممكن ما اعرف، بس يعني بالستينات. احسك اضعف. والله؟ زين طولك؟ يا عيني ارتفعت معنوياتي. طولك؟ طولي 169. 169. زين يقولون ان نرمين سويت تكميم. لا ما سويت. غلط هالكلام. لا ما سويت، لان من جد اللي انا يعني هدت النسكافيه. اي لان اقول انه لازم واحد عنده اراده، وانت تعرف الكاميرا اوريدي تسمن يعني. ننظلم احيانا. رجيم. رجيم ورياضه، بس انه يعني تعرف التكميم ما اقدر اسويه الا احد عنده مره وزن عالي لدرجه انه لازم ينزل كثير، فانا نزلت اصلا مو كثير. كم كيلو؟ يعني ممكن 10 او اكثر يعني. بس ايش انا سنه كامله. نرمين اكثر سؤال انسال في حياتك شنو هو؟ كاهو. الجنسيه سعوديه. انا اجاوب عنها سعوديه. اي خلاص المره ما بجاوب عشان لا احد يقول لي جاوب. سعوديه. صالح يجاوب. سعوديه سعوديه. تقسم بالله انها سعوديه. لا انا مالي دخل هذا. تعرف اخر مره تكلمت على الموضوع متى؟ امس. لا لا والله صح. تعرف انا ممكن اخر مره تكلمت فيه لما سالوني في لقاء العربيه. في لقاء ضمن الاسئله المعد حاط السؤال، فانا جاوبت يعني. وفي اكثر من لقاء هم يسالوني الاعلاميين، طب انت كاعلامي ما تيجي تسالني انا اجاوبك. طبعا عادي اكيد. بس انا ما تكلمت بالسالفه ان مثلا في سنابي ما جاوبت على هذا السؤال الا يمكن اخر مره تكلمت فيها سنه 2016 2015 اخر مره متكلمه في هذا الموضوع. بعدين صارت يعني في اللقاءات يسالوني، فبعدين استلموني الناس في السوشيال ميديا سعوديه ابا عن جد وما ادري ايش وما ادري ايش، وانا اصلا ما اتكلم فيه. تجيني السؤال يعني، هي تجيني اسئله. اوكي عرفت يعني كذا. ونعم فيك كذا اصلا الكلام سعودي بيور يعني. ونعم فيك ايا كنتي او شنو ما كنتي. ونعم جميع العرب حبايب قلبي، اصلا الوطن العربي كله ان شاء الله نكون دائما على قلب واحد. يعني لدرجه ان يكتبون نرمين محسن الوظيفه السعوديه. اي هذه ضحكتني مره، انه لانه اقول يا الله لو اني ماسكه 24 ساعه واقول انا سعوديه ما سويتها يعني. بعدين ان استغربت ان مثلا ان تحاسبني على اسئله تواجهني في برامج، وبعدين تجي انت مثلا في السوشيال ميديا تركب وتقول وتحط وما ادري ايش. طيب انا هذه اسئله تتوجه لي في برامج اروح فيها ضيفه. صحيح. فانا ايش ذنبي؟ مش انا اللي اعد ترى. صح، انت متهمه ان انت تستغلين هذا الموضوع في انك انت سعوديه، وان انت كل شوي تقولين. لا انا ما قلت كل شوي من جد. انا قلت لك اخر مره 2015 انا متكلمه في الموضوع. وعمر يا صالح الجنسيه ما صنعت فنان ولا اعلامي ولا ابداع ولا تميز عمرها. صفقه 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 حق نفسك. ترى ربارتك وايد حلوه. تسلم والله. مكان الاقامه؟ السعوديه. السعوديه في اي منطقه تحديدا؟ حاليا الدمام. اوكي، بس انا سمعت ان عندك جده مو عربيه. اي ما تقولي لنا شنو؟ جدتي ام امي. إيه؟ ما هي عربيه. من وين؟
لا ما اقدر اقول لان مو حابه اقول لان ما اخذت الاذن من اهلها. لو اخذ الاذن من اهلها عادي اقول. اذا ما لك شغل انا اتفاهم مع اهلك راضينهم. يمكن تركيا. يمكن اوكي نحط تركيا. انزين شنو دراستك؟ ادرس في جامعه الملك عبد العزيز قسم اللغه العربيه. للحين؟ باقي لي سنه وللحين احراج. بس انه تعرف انا ليه اجلت؟ انا كنت اجل امانه اترام وكذا عشان كنت مثلا اشتغل في تصوير. اوكي. يجيني مسلسل انه يكون عندي اختبار بنفس الوقت فاضطر اني كنت اجل. المفروض اني متخرج. مبروك التخرج مقدما. ان شاء الله. الحاله الاجتماعيه؟ عزباء. الحاله الماديه؟ حالة مادية؟ مليونيرة؟ على هالنظرة مليونيرة؟ مليارديرة أنا. واو أوكي. أنا فتاة عصامية على فكرة. I know. Yes. يعني من صغري وأنا معتمدة على نفسي. الله يحفظك. ما أتكلم ذا الموضوع كثير يعني مو. أنت كونتي نفسك بنفسك. أي. للأمانة ما شبوبة. Thank you. يعني وبالعكس أعتز في هذا الشيء وأعتز إنه مثلا أنا فتاة بعمري ما احتجت أحد. وبعمري لا كنت مديونه ولا متسلفه ولا اي شيء. دائما الحمد لله رب العالمين نعمه من ربي انا دائما موفقني يعني ومو حايجني اي لاي احد في هذه الكره الارضيه. ان شاء الله دوم. ان شاء الله يا رب. هواياتك؟ هواياتي الدراما. تمثيل؟ لا لا قصدي ان انا بيني وبين نفسي. يعني تبكين واكشن دراما كوين؟ دراما كوين. احيانا ادخل في حالات غريبه كذا. نبي حالة اليوم من حالاتك الغريبة. هذه تطلع لما أكون حالي كذا فجأة. تي من يومين بغيت تسوي مشكلة أمس. شفت الوجه الثاني. شفت الوجه الثاني كيف كذا يا صالح؟ ما يصير ولا يصير كذا. وأنا أقول لا بعد شفتي. بعدين أقول لكم السالفة أو خد أقول لكم إياها هي بعدين بالسناب. أي صرتي تلعبين كرة قدم؟ إيه مرة مرة يعني هذا الموضوع يعني عندي عشق. كيف أحب التمثيل؟ أنا أحب التمثيل وأنا صغيرة. أعشق الفن أنا وصغيرة. بالجانب الآخر أعشق كرة القدم من أنا وصغيرة. يعني إنه كنت في الحي عندنا كنت دائما أطلع وألعب كورة مع الأولاد وكذا حبتين يا عيال. أنا توني أحس إنه في بيتر ورا. سمعت حركة. تحبين الحيوانات؟ أحب الببغاء. أوكي. وربيتي في يوم من الأيام أي نوع من الحيوانات؟ إيه كان عندي كلبة. كلبة. إيه كلبة. شو اسمها؟ لوسي. لوسي وين راحت؟ سرقوها. يلا ان شاء الله الله يعاقبهم. اي من جد ترى مره انحرق قلبي عليها من جد لان كانت سلامة قلبك كذي بالسعودي قلبك احنا بالكويت نقول قلبك سلامة قلبك. يس. تعتبرين نفسك محظوظة؟ محظوظة لا. منحوسة؟ مو منحوسة بس انه يمكن عشان انا مو من النوع اللي يجيني كل شيء في الحياة كذا بسهولة ولا بسهولة ولا يعني اتعب على كل شيء في حياتي. تعبت على كل شيء في حياتي يعني كل شيء انا حاسه بقيمته مليون بالمية. ترى احنا الحوت كذي نتعب وايد عشان نوصل حق اللي نبيه. من جد. بس لما نوصل نوصل. نوصل صح. نتربع. هذا اللي نبغاه. برافو عليك. شنو اكثر اغنية تحبينها؟ طبعا مثلك. اني عبد المجيد. وخاصة لو يوم احد لاني دائما اسافر. اوكي. اي انت في بلد وانا في بلد وما ادري ايه كذا الاغنية تقول. سوري. أكثر دولة على قلبك أكثر دولة تزورينها؟ الإمارات والكويت حالياً. يا بختنا. والله أحبهم الاثنين على عيني وراسي. وإحنا نحبك. غني لنا. أوه صوتي ما يساعد. كاقة تشربين. ما أبغى أحد يغير القناة ولا. ما حد يغير. لا يوم أحد. على أدري إن صوتك حلو حسب اللي أعرفه. في يوم أحد وفي أغنية قديمة لعبد المجيد. زين يلا. شو تقول كانت؟ أنا حافظك الأغاني عبد المجيد. لا ما ينفع. ما ينفع. والله ما ينفع. نتناقش بعد شوي. في أشياء ثانية ممكن تسوينها. لو كنتي شنو؟ أبيش تكملين الفراغ التالي. أكمل الفراغ. لو كنتي شنو كنت سويت كذي؟ لو كنت شنو؟ أنت قولي لي. مثلا أنا بعطيك. أوكي. لو كنتي مثلا رئيسة الدولة كنت عملت كذا. بس أنا أبي أنت مثلا لو كنت كذي كنت سويت كذي. لو اني منتجة كنت حاولت كثر الامكان اني ادعم المواهب واحتضنها صدقا صدقا. برافو عليك. برافو عليك يا نرمين. نرمين اكثر مرة انجرحتي فيها متى او على شنو حسيتي فعلا ان انت مجروحة؟ ممكن بطفولتي. ليش شنو صار بطفولتك؟ يعني طفولتي كانت قاسية فعشان كذا اكثر يعني الجروح اللي كانت في طفولتي اللي معلمه داخلي يعني.
اوكي قولي من شنو كانت قاسيه شنو صار؟ يعني ما انا ما احب للامانه اتكلم بامور الخاصه الامور العائليه وكذا بس طفولتي كانت قاسيه فعشان كذا اكثر جروحي العميقه هي بطفولتي. يمكن بعدين صرت لما صرت كبيره جتني مواجهات وصعوبات بس صرت يمكن احسها سهله على اللي شفته على عديت فيه بحياتي صرت احس اي شيء ممكن اعديه خلاص اقدر اعديه. يعني عشتي بالفقر مثلا؟ مو انه بس مريت باشياء كثير في الحياه ترى الفقر مو عيب انت عارفه. لا 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 ايه؟ ابدا بس انا يعني مو انه مو الموضوع المادي فقط يعني انه كيف اقول لك يعني انا امي انا صغيره طبعا من هي صغيره يعني هي بزنس وومن وما ادري ايش وزي كذا وكانت دائما معتمده على نفسها يعني مكونه نفسها صح امي فكانت امراه عندها فلوس لكن تعرضت لخسارات تجاريه في شغلها لكن مريت في اشياء كثيره ليس فقط ان هذا الموضوع اللي مريت فيه. يعني تعرضت لأزمة مادية؟ لا تعرضت لها أزمة مادية بس بسبب خسارة ما كانت يعني تخص شغل أمي وغير كذا تعرضت لأشياء ثانية كثير. من يغار منك؟ منو؟ ما كنت تقولي لي تبغى أقول لك حاجة ما أحد يغار من أحد إلا الناقص إلا الإنسان اللي عنده نقص بس هذا اللي يغار. إنزين تحبين عبد الحليم حافظ؟ أعشقه صح. شنو أحلى أغنية له؟ أهواك أهواك وأتمنى إيه يلا يلا أنا صرت سيئة بعد أهواك أنا زعلان أحس زعلت مو ترى لا 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 أوكي ترى والله أنا لا أفصل أنا أفصل على طول إي أوكي زين خلينا نشوف نظارتك نشوفها لازم أجربها ما ترى عادي أقدر أجربها يعني إي أكيد أصلا هي يعني مش حق زين أبي أقول لك على شغلة اختاري ثلاث بس عشان مخرجتي انا شلتها على طول على طول لان انا ترى اتهور زين شوفي ابيك تقولي لي ثلاث شخصيات راح تقلدينهم باخر فقره ما راح اقلد بليز ما راح اقلد صح والحين اي ما راح اقلد انا راح اقول لك ليه قصي علي الحين بثلاث اسماء انا راح اقول لك ليه هيفاء وهبي راح اكتب انا هيفاء وهبي بعد ما راح اقدر اوعدك للامانه لا تقولي الاسماء بعدين نتناقش بالوعد ما عندي اسماء ليه كذا يا نرمين؟ ما اقدر يا صالح الحين ما ليه اقدر ليه وش صار؟ لان اقول لك حاجه انا احب مثلا انه في الشغل في التمثيل نفسه اقدم فقره معينه اكون مجهزتها صح عشان تطلع صح حق الجمهور ما اتهور من اكثر ثلاث شخصيات تقلدينهم؟ لا قللت كثير من شخصيات من قريبه لبعض اوكي هيفا ومنو؟ مثلا قلت هيفا قلت رانيا برغوث قلت سميره توفيق قلت زبيده ثروت قلت والله ناس كثيره ليسا والله ناسي يمكن لا لسه بس قلت ناس كثيره يعني بواي فاي ما خليت احد ما قلت احد تريد تقلديني ولا ما تقلدي الرجال؟ الا احب الا على الحال تقلديني نفسي نفسي شنو؟ نفسي اسوي فقره كذا يكون فيها كاركترات رجال ان شاء الله انت اول كاركتر انا موافق الحين نروح الليفنج روم هيا بينا يلا اخذي النسكافيه مالك نرمين مين والناس نايمين اهلا اهلا يا صالح اهلا وسهلا انا وايد مستانس ان انت موجوده وانا بعد اكثر تعرفين تطبخين؟ اي اكيد لا اكيد لا اوكي ولا شيء انا اكثر اكله احبها الجريش لكن حتى هذا ما اعرف اطبخه اوكي الجريش يعني عندكم اياها بالسعوديه؟ هي اكله سعوديه بس مره حلوه لازم تجربها صالح حتى بالكويت عندنا الجريش عاد ما ادري نفسه ولا لا هو بقوليات لا هو بس يختلف من مكان لمكان مثلا حق الامارات غير حق يعني مثلا حق السعوديه مره حلوه انا احبه للامانه فلازم اذوق حق الكويت واحنا نذوق مال السعوديه ان شاء الله عموما الحين فقره بلاي ستوب راح نشوف مجموعه من الفيديوهات الخاصة فيك يا نرمين ونعلق عليها للتوضيح. Are you ready؟ ready. يلا play على أول فيديو. أنت نشيطة جدا في السوشيال ميديا. إيه. نشيطة يعني وأكتف عندك مليون على انستغرام؟ يس. مليون. يس مليون يعني الحين يمكن يصير مليون ونص شوية باقي. أوكي. يصير مليون ونص. play. ما في أحد جاء وخطف القلب الآن. ما
يعني قلبي ما دق حق احد الحين. شروطك صعبه لل ما في شروط. انا اؤمن ان الحب صدفه يعني يجي، ما تخطط له، الحب يجي صدفه، ما تعرف ليه وكيف، وهذه الاسئله ما ترتب للحب. شنو احلى علاقه حب فنيه شفتيها وتوجت بالزواج؟ يعني شفتي مثلا فنانة تحسين إن هي جدا سعيدة بزواجها والله يتمم عليها، أو فنان سواء كانوا أثناتهم بالوسط الفني. كمل فني. إيه؟ أوكي. منو؟ في هاي عبد السلام فؤاد علي، مرة حلوين وهادين كذا، حتى يعني ما مو يمكن ما يدخلوا ناس تفاصيلهم، بس إنه أوكي وجهة نظر حلوة برضه يعني. جي معه؟ حلو إنه مش كل شيء نقدر نصوره وكل شيء نقدر نقوله. وفرح وعقيل مرة كيوت يجننوا. ثلاثة حق أحلى ثنائي. يجننوا مرة عسل. وخلود وأمين كمان مرة حلوين يجننوا. وأحب سنابات بنتهم الصغيرة الله يحفظها. إيه خلودي الصغيرة الله يحفظها. بيخليها لهم، صارت أحلى منهم. إيه جنن ما شاء الله عليها، ربي يحفظها. صارت هي نجمتهم. الله يخليها يا رب يحفظها. لما قاعد تتكلم عن الزواج أو الفيديو هذا، ليش جاي من الفنانات فاشلين في الزواج أو في العلاقات العاطفية؟ الأكثرية ممكن. لكن ممكن ما نقدر نعمم إن وجهة نظر إنها عامة حق الكل، لأن في ناس ما شاء الله عليهم يعني تزوجوا واستمرت علاقتهم. لكن أحيانا في بعض الأحيان لأن يمكن فنانة دائما مشغولة ما تقدر تعطي كل وقتها حق شريك حياتها، وشريك حياتها يمكن نقول يعني لها تزوجت، إذا أنت أكثر وقتك غايبة، إذا أنت تلغي مساحة حرية في حياتك ممكن غير، يمكن ما يتقبلها هو كشريك. أوكي. فممكن هذه احد الاسباب اللي تسبب. فارس احلامك لو طلب منك ان انت تعتزلين او تقعدين في البيت راح توافقين؟ لا، ما عشان شيء، عشان لازم اي انسان يحترم وجهه نظر الانسان الاخر، طموحاته واحلامه، وبالعكس لازم انه يكون داعم، يعني انه بالعكس يدعمها، بس مو بالكويتي يدعمها يعني. لا احنا بالكويتي لنا لها اكثر من معنى. اي فانا لها اكثر من معنى. مو انه يدعمها بكل الحالات يكون معها. يدعمها معنويا، يدعمها يعني بشكل عام، بس انه يشوف طموحاتها احلامها يقدر يوقف معاها ولا لا، او انه مثلا يقنعها في وجهه نظر معينه، بس مو انه مثلا يا كذا يا كذا. اوكي. شوف الفيديو اللي كذا الحين. يلا نبي. ليش قررتي تتدخلي وتعلقي على موضوع مريم حسين؟ اول شيء موضوع ما راح استفزه، ما داعي انه يطلع العلن وكل الناس هذه تشوفه يعني. بس هو في النهايه ما حد شاف الصوره، صوره البنت صوره انتشرت مره يعني. باي موقع ممكن تخليك تشوف صوره البنت؟ وانت ضد هالشيء؟ طبعا ضد هذا الشيء. انا البنت مو فنانه، البنت مو اعلاميه، البنت مو بالسوشيال ميديا حتى يعني، البنت ما حد يعرفها يعني. قاعده في بيت من البنت غلطت، ما في داعي يعني. حتى لو غلطت مثلا بالنسبه لمريم اللي هي غلطانه، البنت ما لها داعي صورها تنتشر حق الناس، ممكن احنا يعرفي يموتوها. البعض شايف انه ما لازم تعلقي انت، وانه انت يمكن علقتي عشان تنشهري، بما انه الموضوع أنا صار. انا محتاجه اعلق هذا الموضوع عشان انشر، عندي اعمال الحمد لله يعني. وانا ما احب اعتمد يعني مثلا نعيش الفيديو هذا ما توقعت ان نحطه صح. بعد قاعد تصرحين وقاعد تتكلمين عبالك باللقاء. انا ساره دندراوي ولا مهيره عندي وايد تشابه هون. صباح العربيه. ايه ساره ومهيره تحياتنا لهم. تحياتنا لهم اكيد. ايش رايك بتسوي مريم حسين؟ انا بشكل عام بالنهايه انا مش ولي امرها، فما لي دخل فيها، هذه حياتها وهي حره. بس يمكن هنا انا صار عندي غيره على مو انه مثل انه عشان بنت سعوديه، غيره على الموقف نفسه كبنت يعني. غيره عليها للبنت اللي صار، فيمكن الموضوع كان نحميه بزياده، بس بعدين هي طلعت وقالت ان الموضوع مش حقيقي والبنت مش حقيقيه. ما اعرف، انا ما عاد فهمت شيء يعني، كل يوم كلام كل يوم شيء، فما عاد فهمت شيء. انا بالنهايه ما عندي موقف شخصي مع مريم ولا اكن لها مثلا ان كره ولا اي مشاعر يعني، ما عندي اتجاهها اي مشكله. ما في مشاكل شخصيه بيني وبينها ولا عندي موقف شخصي منها، لان بس بالنسبه لهذا الموضوع كان عندي موقف شخصي لهذا الموضوع. مو ان عندي موقف شخصي منها كانسانه، كان عندي موقف اتجاه هذا الموضوع. في ان هناك فتاه سعوديه تحرشت بزوجها صح؟ انا على ما اظن كان كذا الموضوع، انه صار تحرش في زوجها او شيء، فقامت وحطت صورتها في السوشيال ميديا صح؟ إيه. فانا استنكرت الموقف انا مو انه مثلا اقول لك بس لانها سعوديه، بس انه
يمكن أنا صارت غيرة على بنت بلدي ما أعرف، يعني استنكرت وبقوة، والله حتى لو البنت من بلد مريم أنا كنت رح أدافع عنها، مش عشانها بالسعودية والله، لأن استنكرت الموقف كموقف، وأنت كفنان ترفع عن هذه الأشياء يعني ما لها. شنو علاقتك بمريم حسين؟ علاقة عادية. يعني في تواصل؟ لا ما في تواصل، لكن علاقة عادية يعني. زينين مع بعض؟ هي عادي، انا ما اكره احد صالح يعني، كمان ما عندي وقت اكره الناس وفكر اني اكرههم وما ادري ايش وهذه القصص. أوكي. كل واحد بحاله وعادي يعني. الحين عندنا عمل راح يعرض سعوديات غير اسمه، الروايه سعوديات اسمه صيف بارد، صار صيف بارد. اي ان شاء الله الصيف دائما يكون بارد، تخيل عاد صيف الكويت. اوه احنا نحب صيف الكويت، صيف الكويت يجنن. أكفر كلنا بالخليج كلها نفس الشيء، والله ما تفرق. صحيح، نفس الصيف. صح، نروح الفيديو اللي وراه. الفيديو اللي وراه. شكرا كل من سأل عني امس بعد اللي صار. طبعا اغمى علي شوي، رحت المستشفى ما قدرت أم. طبعا جت الشرطه وفكوا القنبله الصغيره وفجروها، فلما جاء صوت التفجير انا خلاص في عالم ثاني. أنا ما قدرت أتحمل صوت التفجير اللي صار، لأن كان لازم الشرطة تفجر الشنطة عشان لو فيها شيء خلاص يبطل، فما قدرت. يعني شعور مرة مرعب، إحساس مرة خايس، ما أدري إيش أقول، بس الحمد لله لكل حال. صار كل شيء فجأة يعني. أنا كنت سياح في تركيا، فكنا في مطعم وفجأة قفل. الحادثة اللي لا صارت لا لا قبل يمكن قبل سنة ولا سنتين، ما أدري قبل ما أدري بعد، والله ناسة. المهم مو بهذه الحادثة. لا مو بهذه الحادثة، لا مطعم في شو اسم الشارع نسيته. مو مهم. لا معروف دائما أنا أروح تركيا. فشو اسمه؟ تقسيم. تقسيم أوكي. كنت في تقسيم في مطعم يقدم وجبات عربية وزي كذا، ف دخلنا نتعشى وفجأة قفلوا الأبواب علينا، وفي واحد رمى شنطة، شافوه في الكاميرات رمى شنطة وهرب. اي كنت موجودة ومعانا يابانيين وأتراك ما يفهم عليهم كلهم ايش قاعدين يقولوا. وربي كنت يعني يومها احساس انا استويت بحياتي، لا خلاص انا بموت الحين. لما تعرف ان مثلا إن انت محتجز وجو وقفلوا الابواب علينا وجت الشرطه وطوقت المكان كله وفجروا الشنطه تفجير صوتي وما ادري ايه. اغمى علينا. رديتي رحتي تركيا مره ثانيه؟ يمكن بعدها رحت. انا احب تركيا للامانه، والله قويه عادي يعني. مره احب تركيا، بس انا الموقف اللي صار ممكن يصير في اي بلد. ماتي انت ايه، هو المفروض انه لا انا خلاص انها تخاف، لكن يمكن عشان وقتها كان الامن بشكل عام مزعزع شوي في المنطقه، لكن الحين الحمد لله كل شيء اوكي. الحمد لله، الله يعني يحفظك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هل عينك دمعت؟ لا الموقف. اوكي خلاص. تعرفش قاعده تدمع ولا انت حاطه لمعه؟ كيف عينك تدمع ولا حاطه لمعه؟ ما تفضحنيش بقى. اوكي مش هفضحك. انا عيوني تبرق كده لوحدها. ايه ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك. نشوف الفيديو اللي وراه. طبعا بعد حادثه امس اللي صار معايا والاكشن هذا كله والرعب، والله خشمي طالع مره كبيره. عاد صورك كذي غير جو. ايش صار؟ خلتني اطلع كذا في دباب صغير، راح الدباب قلب فيني وانا طحت من الدباب ورجولي تورمت ودمان وما ادري. فعشان كذا يا اخواني بس اطلب منكم ذكر الله، ذكر الله جميل على اي شيء يعجبكم ما يعجبكم، بس اذكر الله يعني. نعم بالله منهاره ونعم بالله. انت صدق من هواياتك دراما كوين كلها حزن وليش كذي؟ انا يوم تاثرت قلت انا بطلع منطقه ثانيه اغير جو. واللي هي سفنجة انا طلعت هناك ان اغير جو. رحت تركيا يا ابني؟ رحت الدباب. طلعت الدباب لان انا من هواياتي يعني انا مره احب الدباب من انا صغيره. زين بس سوري شنو الدباب؟ الدباب البقي. البقي اوكي الدباب دباب اربعه في بقي اوكي إيه. هذا الدباب انا من ام صغيره احبه، ليه؟ كان احنا صغار كان في كورنيش جده على طول في دبابات وما ادري ايه وكذا، فمره احب الدباب. فلما رحت هناك قلت خلاص اغير جو وبطلع دباب. فلما طلعت قلب فيني هي قبل بيوم شو اسمه، قلت لا في حسد في عين في شيء في الموضوع. والله حلو عندك الامل في الحياه ان اليوم انفجار باكر دباب. حلو هذا. انا بتعلم منك وايد اشياء يعني. حوت من جد تناقض.
شو البنت اللي وراها؟ وبعدين مطلعين لك اليوم اصلا ناسبين لي نسب غير نسب اهلي وبعدين معاكم. هذه الدرجة الغيرة؟ هذه الدرجة خلاص؟ خلاص والله بالله خلاص عليك يعني خلينا نتكلم معروفة ورا هذه السوالف عارف خلينا شفتي شو تسوين بالسوشيال ميديا؟ انت الحين تقولي انا السي في ما في شيء اي ما في شيء وايد تعرف هذا متى؟ متى؟ قبل 3 سنين مو مهم احنا نطلع كل شيء اي يعني إيه. ايام كانوا مره يضغطوني ذا الموضوع فانفجرت ويوم كنت في تركيا مع بعض احط في مره راح طلعت قلت شكلي بموت خليني اقول كلمتين اللي ابغى اقولهم قبل لا اموت فبعدين استلموني على موضوع سعودية من سعودية وهذه الوظيفة من الوظيفة على هذا الفيديو ما صورت غيره تخيل لو اني متكلمة كل يوم بس عشان هذا الفيديو استلموني عليه عشان شذي ما راح نعلق عليه بس انا عجبتني ردة فعلك عصبية مرة اي عشان شفت الضغوطات اللي مريت فيها في السفرة ما تسوى علي سفرة خلاص لا تروح تركيا مرة ثانية تعال لا ابغى اروح احب تركيا مرة خلاص الكويت بلدي الثاني دائما فيها صحيح شوف الفيديو اللي وراه رجعنا الى موضوع التحرش طبعا لما تشوف كائن عربي اعرف انه راح يتحرش فيك بديهيا يا جماعه من هذا ليه الشاب العربي من بعيد يستقبلك بابتسامه عريضه كذا كلكم تعرفون بعض من زمان اهلا وسهلا كذا يعني وده ياخذك في الاحضان كمان انت باقي شفتيه في حياتك عادي عادي الحياه حلوه عندهم الله الله يديني مساحه صدرهم عادي يلا الحمد لله على كل حال من الصباح وانا اشوف الهنود ولا يقرب على احد ولا يتحرشوا باحد اول ما تشوف عربي على طول حبيبتي هذا هذا وين؟ هذا في الامارات سجلتيه في دبي كنتي متعرضه لتحرش؟ لا بس انا يومها قطع طبعا تاثير الاختبارات كان عندي اختبارات بعد اسبوع ها؟ يعني بعد هذا الفيديو كنت قاعد اجهز حق الاختبارات فهذا تاثير الاختبارات ما فهمت سمعت مباراه لا تاثير اختبارات عباك لاعب كره قدم من جد؟ لا انا مصدقك لا اقول انه مباراه ما ادري عنك تاثير الاختبارات هنا فكنت طالعه اسوي رياضه في الكورنيش فكل ما يمر من يعني اكثر من جنسيه عرب كلهم ما شاء الله يعني يا حلو يا مدري ايش يا كذا ممكن نتعرف ممكن الرقم ممكن فيعني جنسيات كثير كلهم عرب صار عندي ردة فعل ايش فيهم ليه الرجل العربي داي يعني كذا لانك حلوه يعني انه قلبه كبير يعني قلبه كبير وين ملفت شوف كيف طالعه لا لا ملفت الحلوه حلوه صحه من النوم بس انه يعني وحش وحش لو حموه كل يوم فعشان كذا قلت هذا الكومنت لانه بالعكس انا يا جماعه احترم العرب كلهم بشكل عام لكن انه يمكن شفت الاجانب انه عندهم موضوع عادي انه مثلا تمر من قدامه بنت يعني يختلف يعني بس انا مره عادي يمكن ايه اعتقد انها ازمه ما تعودت لا يعني. عادي من جد يا جماعه لا حد يتحرش من المين محسن لا حبايبي انتوا عادي تعالوا صوروا تحرشون كونك بنت ولا كونك فنانه لا انا يعني هنا مو باين احس إن ابدا مش هنا اي فعشان كذا تكلمت في الموضوع ان كنت اتكلم من باب معاناه الفتيات الاخريات اللي يمشون في الشارع ممكن انه يتعرضوا لمضايقات او اي شيء من هذا القبيل لكن بالنسبه لي انا الموضوع عادي مثلا لما يجي ناس يسلموا ولا يتصوروا بالعكس انا مره ارحب كل الناس اللي شافتني وقابلتني في الطبيعه يعرفوا هذا الشيء يلا نيكست اللي بعده اللي بعده الحين ابدا اخذ دروس سواقه عشان اتمكن من السواقه واطلع الليسن لسه ما طلعنا الليسن ومن جد كذا حماس اقول اقوم خلاص بتعود من الحين لما افتح سياره فتحت السياره وجلست هنا هذه خطة الألف ميل تبدأ في خطوة فأول شيء تسوي تاخذ مفتاح سيارة من أهلك تفتح باب السيارة تدخل السيارة تجلس في السيارة تسوي نفسك إنك جالسة تسوقي يعني زي خطوة خطوة فهذه أول خطوة تسويها تعيش الحالة مو مصدقة هي مبروك الله يبارك فيك يعني ما تعرف كثر من جد فرحت في هذا القرار يعني كان توقعت في يوم من الأيام كنت متوقع للأمانة الفكرة أو الحلم صعب الوصول له في أن المرأة السعودية يوم من الأيام تقود حالها حال أي امرأة أخرى في أي مكان في العالم لا أنا كنت متوقعة وكنت بالعكس يعني قلبي حاسة أن هذا الشيء رح يصير يوم من الأيام أنا أتذكر أنه طلع القرار وكنا نصور في سويسرا فأول ما طلع القرار أنه كأن أحد قال لي أنه عيد يعني مناسبة فرح يعني أنه حسيت من جد فرحة عظيمة فبالعكس يعني نشكر اكيد يعني الملك سلمان الله يحفظه ولي العهد محمد بن سلمان على كل القرارات الداعمه للمراه السعوديه شكر كبير من القلب
الله يحفظهم. الله يحفظهم يا رب. السعودية ومبروك هذا التطور وهذه الخطوات أكيد. الجديدة في المملكة العربية السعودية. بيصير عندكم سينما صح ولا ما تدرين؟ يس. مهرجانات وحفلات غنائية وأشياء وايد إن شاء الله. فهذا الشيء من جد أنا مؤثر فيني جدا. وأحس ممكن كلمة شكر واحدة لا تكفي. يعني أنا اللي قاعد يصير في السعودية التطورات اللي قاعد تصير وراء بعض بسرعة. يعني ممكن في ممكن كان يبغى لها يعني قرون أو إن سنوات طويلة حتى تصير وقاعدة تصير بسرعة. فهذا الشيء من جد يعني إن نشكر حكومتنا الرشيدة على هذه التطورات يعني اللي قاعدة تصير في السعودية. يلا المرة الجاية تاخذيني شو يقولون في السعودي؟ انا يعني احنا بالكويت نتمشى، بالسعودي شنو؟ اي نتمشى ما نفس الشيء. عاد انت ينتظرونك في السعوديه. الله يسلمك. والله من جد يا صاح، انت بس قلت تعال السعوديه وشوف. ان شاء الله قريبا. والله جمهورك هناك مره نار. ان شاء الله قريبا. ان شاء الله تنور. احرجتيني والله، احلى تحيه للجمهور السعودي. خلصنا الفيديوهات؟ تبين بعد ولا خلاص كافي؟ خلاص خلاص كافي عليك. تبين قهوه؟ يا سعد قهوه ما اقول لا. الفاشينيستات سكوا عليكم. كيف؟ يعني صاروا مطلوبين أكثر من الممثلات. مطلوبين بإيش؟ بالإعلانات؟ يس. أنا ما أحس إنه يعني أصلاً الممثلات إنه شغلتهم إنه يعلنوا أو يكونوا معلنين إلا إذا كان يتطلب الأمر يعني. بس تسوين دعايات؟ أسوي إعلانات. أشوف أنا وايد. أسوي دعايات بس مو مرة وايد لأن أختار. يعني يوميا؟ لا مو يوميا. أسبوعيا؟ أبدا ما أحب يكون كذا حسابي. أوكي. لأن توجهي غير أنا للأمانة، يعني توجهي كيف أقول لك إنه مو توجه فاشينيستاوي. فاشينيستاوي حبيت. بالعكس انا احب الفاشينيستات مره. ومنهم بنات ناجحات والله اعطيهم الف عافيه وقاعدين يتميزوا. لكن احس انه الاعلان برضو الاعلان لازم يكون فيه صالح ضمير. صح. يعني مو اي شيء تعلن، لما انا ما اعلن حق شيء الا اجربه واتاكد منه وانه يكون براند معروف خلاص متاكدين منه. صح. أما أعلن حق شيء وش معروف وأمدحه وما أدري إيه وينحف ويسمن ويبيض وما أدري إيش وكذا وهو شو اسمه وأنا ما أعرف هذا المنتج، هذه فلوس حرام. صح. زين عادي أسوي دعاية أنا بعينك. عادي أنا أسوي دعاية إذا شيء مضمون. إيه حق الساعة هذه ضميرك مرتاح. إيه شوفي هذه الساعة دي دبليو ماركتها دانييل ويلينغتون، اختاروا كايلي. شوف انا قاعد اتفاخر. او ماي جاد. اختاروا كايلي وما ادري منو بعد وانا عشان اسوي لها دعايه. نايس بيبي نايس. صح الدعايه ولا غلط؟ صح صح كذي. زين شنو ممكن اقول عنها؟ والله انيقه. ايه حلوه. ايه تلفت النظر، يعني حلوه مع اللبس تلفت النظر. ايش تبغى احسن من كذا؟ بعد شبدي كاحلى دعايه من نرمين محسن. بس هم يعني انجلش ما يعرفون وايد عربي. والله كلش ما يعرفون. المهم نطور اللغه ان شاء الله. ان شاء الله نروح حق ان بتوين، راح يكون في عمليه اختيار. وصراحه من نرمين في انها تختار من الاحسن، من الاقرب، من الاجمل، من الافضل. في ناس تزعل. ما حد يزعل على ضمانتي، اللي يزعل قولي لك المصالح. اوكي؟ على ضمانتي. بس امانه ما تتعبيني. اشوف على حسب. منو تحسين إن ممكن يكون في كيمياء فيما بينكم؟ مريم الغامدي ولا سناء بكر يونس كفنانات سعوديات؟ صور موجوده اكيد. اصلا صورهم في قلوبي. ايه استاذه مريم استاذه سناء اكيد انا مره احبهم وهم فخر للسعوديه ومن الناس اللي فرشت طريق الانجازات للفنانات السعوديات وناضلوا والف تحيه لهم اكيد. واثنين قراب بالقلب مره فما اعرف ما اقدر اقول لك للامانه. سؤال مره صعب، اصعب سؤال في الحياه هذا. اوكي عندك تو سكيب فراح نستخدم السكيب هذا بهالسؤال ان سماح ما راح تقولين اسم. عندك باقي سكيب واحد. اوكي تفضلين ان مسلسلاتك تعرض في رمضان ولا الايام العاديه؟ انا احب الجو الرمضاني المسلسلات ف
انا عندي وجهه نظر ممكن في مسلسلات تضرب خارج رمضان وفي مسلسلات لها نكهه خاصه في رمضان. فانت شنو تختارين؟ انا ممكن اختار داخل الموسم الرمضاني لان احس لنكهه خاصه يعني، وممكن خارج رمضان كمان يضرب، فما يعني احدد يعني ان الاثنين مع بعض ممكن ان يعني تضرب هنا تضرب هنا، لكن ان المسلسلات في رمضان تحسها مسلسلات موسم جديد. اشتغلتي مع ام طلال سعاد عبد الله؟ اول شيء وجه لها تحيه كبيره طبعا سندريلا الخليج. ام طلال لي الشرف اذا يوم من الايام ربي كتب لي اني اشتغل معاها، اكيد اتشرف وحلم من احلام الطفوله يعني. اكيد اشتغلتي مع ام سوزان؟ ام سوزان كمان اوجه لها احلى تحيه. واكيد اذا ربي كتب برضو لي الشرف، انا احب من جد يعني ام طلال وام سوزان وهدى حسين. أوكي. يعني عمالقه يجننوا فنانات. حلو. ملهمات. حلو. واذا ربي كتب لي اكيد يعني. انا ليش لا تتوقعين هذا السؤال؟ يا لك عرض من ام طلال وعرض من ام سوزان نفس الدور نفس المساحه وبنفس الوقت، من راح تختارين؟ سوي خيره. الحين اعتبري الحين يا لك ما اعرف يلا منو؟ ما اعرف ام طلال ولا ام سوزان نفس الدور نفس الشخصيه راح تفضلين انك تشتغلين مع منو؟ عينين في راس، يعني ما احد تقدر تقول لي عينك اليمين ولا عينك اليسار. نستخدم السكوب؟ لا جاوبتك يعني. لا لازم تختارين. ما تقدر صح تقول عينك اليمين ولا عينك اليسار، يعني ام طلال عين اليمين وام سوزان عين اليسار، فكلهم يعني عينين في راس. راح تختارين اي العين اليمين ولا اليسار؟ الاثنين اكيد راح افضل انه يكونوا موجودين. راح احط سكب، خلصوا السكبات مالتك. اي صالح. منو عنده شعبيه عربيه اكثر من وجهه نظرك؟ ناصر القصبي ولا طارق العلي؟ منو مشهور اكثر في الوطن العربي؟ ناصر القصبي ولا طارق العلي؟ اعطيني اجابه واحده من غير اي مقدمات عشان نخلص الفقره بسرعه. مين اشهر في الوطن العربي؟ يس ممكن بسرعة. انا احس استاذ ناصر القصبي. ناصر القصبي اوكي. ياسر العظمه ولا داوود حسين؟ كيف يعني؟ منو اشهر في الوطن العربي؟ ياسر العظمه ولا داوود حسين؟ ممكن استاذ داوود حسين. اوكي هذه وجهه نظرك. يعني ما اعرف ممكن يكون استاذ ياسر العظمه اشهر. لا انا ابي رايك انت، منو تشوفينه اشهر؟ يمكن ما اعرف، انا للامانه ما سويت استفتاء خارج الوطن العربي، فما انا يمكن اتكلم وجهه نظر خليجيه. اوكي داوود حسين. منو قلدتيها احسن، رانيا برغوث ولا هيفاء وهبي؟ والله اثنين حلوين، اثنين عجبوا الناس. بس منو حسيتي ان الناس حبوها اكثر؟ يمكن عشان هيفاء وهبي مثيره للجدل فالناس حبتها يعني هيفة. وتكلموا في الموضوع اكثر. حلو. اذا بتمثلين اكشن وبدينك الاختيار راح تختارين انك تشتغلين مع احمد السقا ولا محمد رمضان؟ حاليا؟ ايه يمكن اختار محمد رمضان. حلو. منو كنتي تتمنين يعني لو كذي اطلقنا العنان للخيال وقلنا ممكن تمثلين معاه، تختارين براد بيت ولا توم كروز؟ براد بيت. شاروخان ولا هرتي كروشان؟ شاروخان اكيد. الدراما الانجح في التراجيديا السعوديه ولا الكويتيه؟ تراجيديا؟ تراجيديا احس كويتيه. أوكي. تاريخ فني. حلو. تاريخ بالفن واكيد يعني السعوديه احس تاريخها الفني اعمال كوميديه اكثر من الاعمال التراجيديه. حلو. احب اعمالك لقلبك بين هالعملين تحبينه اكثر، واي فاي ولا حريم ابو سلطان؟ واي فاي. مكان بالقلب ولا حاره الشيخ؟ حاره الشيخ. الدراما الاقوى تركيا ولا سوريا حاليا؟ حاليا والله ما اعرف، اشوف اعمال تيم حسن مره ضاربه يعني احس جماهيريه يمكن عشان تيم. اوكي ما اعرف. ترشحين سوريا، سوريا ولا مصريه؟ مصريه. منو تنافسك اكثر بادوارك او نوعيه الادوار، اسيل عمران ولا مروه محمد؟ ما اعرف. لا بلا تعرفين. كيف ما اعرف؟ كيف تعرف؟ يعني اذا انا اعرف فانت ما تعرفين. كيف؟ يعني انا احس انه يمكن اقرب لك، ان انت ممكن يعني انتوا مثلا اذا ما حطوا نرمين يحطون اسيل. اه ممكن اسيل؟ اسيل اكثر من مروه صح؟ ما ادري يمكن عشان ان الجيل او شيء، انه مثلا ما اعرف. منو اشهر انت ولا اسيل في الخليج؟ ما اعرف، ما سويت استفتاء. ما سويت استفتاء. بس انه اسيل اقدم مني. اوكي فهو على الاقدميه يعني؟ مو على الاقدميه لا، بس انه انا احترم تاريخ وكل سنه يعني يشتغلها الفنان، ما يعني ما انكرها. مثلا احيانا اقول لك فلان انا طلعت بعد فلان بس انا اشهر منه، وينكر كل شيء نسفه سواه مثلا فنان ثاني. أوكي. فبالعكس انا احترم كل عمل
اشتغل فنان وكل دقيقة اشتغل فيها داخل الوسط الفني، لأنه وسط جدا متعب. فبرافو برافو برافو برافو. منو أجمل شكل، شيلاء سبت ولا مريم حسين؟ والله اثنين جميلات. أدري بس منو الأجمل؟ أعطيني إجابة بسرعة عشان ننتقل للسؤال اللي وراه. والله اثنين جميلات. أدري وأنت جميلة بس. إيه بس إنه يعني حتى يعني. يلا. ما أدري أحس الاثنين يعني جميلات حلوين. إيه بس منو يعجبك شكلها أكثر؟ من يعجبني شكلها أكثر؟ ما أحب. تعبتي؟ تعبت؟ لا لا والله قاعدة أفكر إنه من جد، لأنه يعني هذا حلو هذا حلو، أنا إيش عرفني الحين؟ لا بس في شيء أحلى من الثاني، الصفرة ولا الحمراء؟ أنا بالنسبة لي الحمراء، أنت بالنسبة لك أنت مين بالنسبة لك أحلى شيء؟ تصيرين مذيعة ويصير عندك برنامج راح أيوة أجاوبك على السؤال. يلا. ما أدري ممكن تكون شيلاء أحلى؟ أوكي شيلاء سبت، تشجعين النصر ولا الأهلي؟ النصر ولا الأهلي؟ إيه؟ إذا كانوا يلعبوا مع بعض؟ إيه، أنت أي منتخب تشجعين؟ أشجع المنتخب السعودي. أي بس أي هو؟ النصر ولا الأهلي؟ النصر ولا الأهلي إذا كانوا يلعبون مع بعض؟ إيه. ما أعرف للأمانة صالح، إن أنا نصراوي لا تكلمني ولا أهلاوية. شوف أقول لك حاجة. تعبتيني. إذا كانوا يلعبون مع بعض وكان مدرج مثلاً إنه الجوهرة وكذا، فراح يكون أكثر شيء حق الأهلي، بروح أشجع الأهلي مع مع أهل جدة. بس. أنا أقصد يعني أي فريق؟ فريق الأهلي ولا النصراوي؟ إيه فاهم عليك. فاهم علي. بس أنا عندي متابعين وجمهور. نصراوي، هلالي، أهلاوي، اتحادي، اتفاقي، شبابي، عندي كل الناس هذه. أوكي النصر والأهلي قاعد يلعبون. وتحسس ترى. ما يخالف راح تشجعين منه. النصر ولا الأهلي؟ إيه. يلعبون ما أعرف. الهلال ولا الاتحاد؟ هلال. أوكي برشلونة ولا مدريد؟ برشلونة. لاعبك المفضل ماجد عبد الله ولا ياسر القحطاني؟ ماجد تاريخ. يعني ماجد الصورة يعني. ماجد ولا ياسر؟ ماجد. سامي الجابر ولا محمد نور؟ أنا حقول لك سامي الجابر، أنا صغيرة كانوا ينادولي في الحارة عندنا كابتن سامي. إيه؟ من كثر ما كنت يعني متأثرة فيه. إيه ف سامي. إيه زين في صج لاعب عرض عليك الزواج؟ إيه. منو؟ لا ما راح أقول. سعودي؟ ما صارت. إيه فما راح أقول. تكون محمد نور؟ لا وجهه تحتيها بس. لا مو هو. لا شبابي هو يعني. ياسر؟ ها؟ ياسر؟ لا فحيت انا مو تفهم اني فحيت. اذا عرض عليك عملين بنفس الوقت، اوكي؟ مسلسل مصري او سوري، شنو راح تختارين؟ تفضلين انك تطلعين في انت طلعتي في الدراما السورية، ولكن لو تكررت التجربة، نفس الأدوار، نفس المساحات، تفضلين مسلسل مصري ولا سوري؟ مصري. سوري ولا كويتي؟ كويتي. كويتي ولا إماراتي؟ كويتي. بالنسبة لك منو أقوى كمذيع أو إعلامي، داود الشريان ولا تركي الدخيل؟ شفيك اثنين. ايه خفت انت، خفت من النظرة. انا شفت هذا بس. وين راح؟ طلع كاهو. ليش مو شايفته؟ او ماي جاد شفت شلون؟ يلا يعني انت الحين لو تدخل علينا حرامي في اللوكيشن ما راح نعرف. لا لا في الدار كاميرات عندنا في كل مكان. اوجه تحيه حق الاستاذ تركي الدخيل، واوجه تحيه حق الاستاذ داود الشريان. اكيد اثنين. بس منو؟ اثنين. يلا والله ما يعني. يلا يلا بسرعه. ما في صالح ما اعرف. بدر صالح ولا بدر زيدان؟ ايش فيهم؟ منو اقوى؟ يعني ما شاء الله عليه، هذا متميز وهذا متميز. وقاعدين يعني مين الأقوى؟ من الأشهر؟ مين الأشهر؟ إيه ترى مرة قراب البعض يعني اسمهم نفس الشيء. يلا بسرعة أمانة ترى. داود ولا تركي؟ لا الاثنين. بدر ولا بدر؟ بدر ولا بدر؟ بدر. على سرعة بديهتك راح تلج قهوة. عين عليك. بس هيا نلعب. هيا بينا نلعب. عاد الحوت، انا مليون مره قلت الحوت لان ضيفتي حوت. وانا عندي تعصب كبير لبنت عندنا ولاء البعض.
جدا احس يعني اقرب لي من اللي يصير لي. صح انا احس كذا. يعني انت حوت اقرب لي من يا خالتي. تحس ما في داعي مثلا اشرح لك وجهه نظري كثير راح تفهمني على طول. اي بس احلى تحيه حق عيال خالتي كلهم خصوصا خالتي انتصار. المهم وانا لا اختك اسمها؟ اريج. اريج الله يحفظها. كم عمرها؟ اريج تقريبا 25. اوكي. اي خليتك تقولي لي عمرك. لا ما قلته. قلتي لي هي اكبر مني بسنه من ساعة. ما قلت لك انا كم شو اسمه. قلتي اريج اكبر مني بسنه. هي لا هي في الجواز والله اكبر اكثر يعني. المهم المهم طيحتك. اقول لك الحين راح نلعب الايموجي. اوكي على حسب السؤال تحطين الرياكشن. اوكي مشكله تدور عليهم ساعه الحين. لا راح انا راح امسك انا راح امسكهم لك راح اساعدك. اوكي اول شيء شنو اقرب فيس لشخصيتك؟ يعني اقرب فيس تحسين انه هو يمثلك؟ انا راح هذا ولا هذا ولا عندي خيارات؟ لا هذول كلهم. شنو اقرب فيس شوفيهم يلا وتحطينه يمك يعني تورينا اياه اقرب فيس حقك شنو. انت بطوله؟ لا لا بس بتطولين. اتفقنا على كذي. اي واحد بيني وبين نفسي اقرب فيس حقك من هذيله. احيانا هذا. اوكي خلينا على واحد زين. اكثر فيس تستخدمينه بالواتساب؟ اوكي شلون تستقبلين النقد باي فيس؟ طفشت. احنا حني شو اسمه لا واضح اني اتقبل النقد. طار شفتوا هو تتقبل النقد زين. تركاه هذيلا بعد في هذيل في هذيل. لا من جد هذا يمثلني والله النطار. احنا الحين انا شوفي شلون رجع مره ثانيه. هذا لعبه سحر ما شاء الله. ماجيك صالح ماجيك. هذا اني طفشت يعني. لا شوف اقول لك حاجه ايه؟ اذا نقد ايجابي على عين وعلى راس والله من فوق. بس اذا نقد سلبي اذا نقد ما له داعي تحس نفسك طفشت. اذا ركزي فيهم شوفي حطي هذا يمك خلينا نتصرف لان المكان عندنا صغير مره زحمه. وهذيله وهذا وهذا شوفيهم صار يلا. عندي قبيله هنا اللي بعده. لما حد يقول لك انت سوريه شلون شلت اي وجه تحطي له؟ صاروا فوق بعض والنعم بسوريا واهل سوريا كلهم والله بس اضحك. تحبين الفلوس؟ بس عشان الحاجه يعني عشان حاجاتك في حياتك الضروريات يعني مو هذا على الفلوس؟ لا للأمانة لا مو من الناس اللي تغريها الفلوس ولا الماديات في الحياة أصلاً ولا تعني لي إلا عشان يعني إنك تكون إنسان مستور في حياتك بس. احتمال تسوين عملية تجميل قريباً؟ أوكي لا no way. إنزين أنت رومانسية؟ الحوت رومانسي وخيالي من جد ما حد مقدر عادي نعيش قصه لحالنا بكذا بخيالنا. ايه شكاكين من جد. انت شكاكه صح؟ كلنا نعيش بحاله شك الحمد لله والشكر. هذه المشكله الحمد لله والشكر. انت قلتها نحش نفسنا يا جماعه. انزين تشبهين هيفاء وهبي؟ يقولوا احيانا يقولوا لي كانوا يقولوا لي يعني طبعا احبها والله مجد احبها احس اللي يسبوها يغاروا منها. نقلديها شويه شويه شويه. لا عندي فيديوهات حلوه كذا احترافيه مقلدتها باحتراف. الحين حكي على السريع مو عارفه. بلا عارفه عفوا كيف قلدي هيفاء وهبي باغنيه او بكلام او بطريقه الكلام؟ صح. لا لا اوكي حلوه ضحكه تسليكيه بس انا مقلدتها صح. عندي فيديوهات فانزاتها يحبوها. لا اوكي اوكي انزين الممثلات يغارون من بعض؟ اي فيس تحطين؟ نص نص صح في كذا في كذا. اوكي تعتبرين نفسك مستفزه احيانا؟ لا. اوكي ممكن تقصين شعرك؟ ممكن باي تقصينه. اوكي زين هذا راح نستخدمها حق شنو؟ هذا فقره جديده؟ ايه هذه حق الجام ان انا بقول كذي سؤالين ثلاثه ابيك برياكشنات وجهك من غير هذه تستخدمينها. اوكي؟ اللي يقول طريقه تمثيلك اوفر ومبالغ فيها احيانا. ايش راح تسوي له حركه بوجهك؟
اوكي والله رياكشنات انزين. تحبين الحياه؟ نص نص. تتصنعين احيانا؟ ودي اتعلم. شلون بيكون الوقت ما تتصنعين احيانا؟ ودي اتعلم اني اتصنع، ودي اعرف كيف. كل لبسك واكسسواراتك ماركات؟ لا. اذا برياكشن زين. عصبي دهشة؟ دهشة كذي؟ زين إذا خايفة؟ مصدومة؟ توش قاعدة من النوم؟ زين إذا أحد جاي بيصور معك وأنتي مالك خلق؟ راح أروح الحين فقرة اسمها فيس أوف. شكلك وايد تحبين تشوفين شكلك ها؟ أحيانا وخاصة الحين. أروح فيس أوف. بطمن. التليفون صار شيء وايد مهم في حياتنا. مرة. كم ساعة تقضينها على التليفون؟ أكثر وقتي. فيس أوف راح نتبادل الأدوار، راح أصير أنت صالح الراشد وأنا راح أصير نرمين محسن، تخيلوا. إنزين وأنا راح أجاوب عنك من معرفتي فيك، وإذا قلت شيء غلط عدلي لي إياه. أنا أقرأ؟ الأسئلة هذه هي موجهة لنرمين وأنا راح أجاوب عنك لأن أنت ساعات تجاملين فأنا راح أجاوب بصراحة. لا والله صريحة، زين راح أقول لك. 1. هل العادات والتقاليد حالت دون شهرتك بشكل أكثر عربياً وعالمياً؟ طبعاً بسبب العادات والتقاليد اللي موجودة عندنا كمجتمع كويتي سعودي خليجي، وكون نرمين محسن سعودية هذا حال عن الكثير من الأمور اللي أنا ممكن أن أنا أسويها. يا رجل احنا في مسلسلاتنا حتى ممكن يخلص المسلسل والممثل ما يمسك حتى إيد الممثلة. جوابي أنا كنرمين بقول لك إن أنا مستحيل أقدر أمثل شيء لمؤمنة فيه إلا أنا مصدقته صح حتى يطلع حتى يوصل كمشاهد صح. ففي أشياء خطوط حمراء أحيانا أحسها خارجة عن الفن وخارجة عن المألوف، هم يعتبروها مثلا كسر العادات والتقاليد، لكن أنا أحس الفن هو لازم يكون مضمونة رسالة حقيقية، مش ضروري يكون أنا تخطيت الخطوط الحمراء والعادات والتقاليد لكي إن مثلا إني أقدر إن مثلا أنتشر عالميا وعربيا وهذه الأمور. لكن والعادات والتقاليد هي موروث من أجدادنا أنا يعني أحترمها، لكن مو أنه مثلاً أنا لازم أطبقها مليون بالمية. السؤال الثاني. عفويتك تسببت لك في مشاكل، وهل التصنع مطلوب أحياناً؟ إيه والله يا صالح عفويتي ودتني بستين داهية. أنه في كل مرة أدخل في مشاكل مع فنانين وفنانات وغيرها بسبة العفوية، وهم ما يفهموني دائماً. والله حقيقة صح يا صالح، لأن أحياناً من جد العفوية تجيب بالإنسان العيد. حلو، انت كل الاعياد جبتيهم؟ وجبتهم كلهم، حتى اضفت اعياد جديده. برافو. سألني وراك. البنت السعوديه الناجحه محاربه؟ طبعا المراه بشكل عام العربيه محاربه، بس تنجح على طول يتم محاربتها، يبون يكبتونها. يمكن لان احنا في مجتمع ذكوري صح الاغلبيه، ونجاح المراه يستفز البعض. اللي بعده. هل الشهره تقتل الخصوصيه؟ طبعا تقتلها وتقضي عليها. صح، عشان كذا على فكرة أنا من الناس اللي خصوصياتي يمكن ما أحد يعرفها. فأنا أصور بشكل عام، بس أصور نفسي خصوصياتي ما أتكلم فيها ولا أحب أتكلم فيها ولا شو اسمه. اللي بعده. هل الدراما الخليجية عامة والسعودية خاصة ترضي غرور الممثل وتخرج كل ما عنده؟ لا طبعا الدراما بشكل عام سواء السعودية أو الكويتية ما تخلي الفنان يعبر، يعني احنا مختلفين عن مصر وعن سوريا، المواضيع سطحية جدا وما تخلينا احنا كفنانين وفنانات نطلع كل اللي احنا نبي نطلعه كطاقه تمثيليه، والادوار محدوده جدا. وانا طموحي عالمي للامانه. اوكي فصح الاجابه. الاجابه يعني تقريبا تمثلني، لان انا طموحي عالمي اكثر من كذا. الفن او احس الفن لغه عالميه اصلا نقدر نوصله وين ما كنا. اخر شيء راح نلعب لعبه الحين. اي تعرفين لعبه الجماد؟ لا. والنبات والحيوان. اي قدمي. اوكي انا وياك راح نلعب ونشوف منو اللي يفوز. الاحرف اذا لاحظتيها على احرف اسمك وهذا القلم، ونبتدي ونشوف منو الاسرع.
أول لحظة لحظة. يلا. يلا بسرعة. أول حرف النون. بس خلصين اللي خلص يقول. شنو نبات؟ نسأل شنو نبات؟ شنو بلد الحين؟ البلد أوكي طلعت البلد. نبات شنو؟ أنا ما أعرف نبات ساعدوني. Oh my god نسيت أسماء الناس. Stop stop. والله ما خلصت. يلا حرف إنه ناصر. نبيل. أوكي نبيلة. بنت أنا كتبت اسمي نرمين. الجماد. عباي أنت خلصت هذه كلها أنا خلصت قبلك. شنو أنت خلصتي كل هذيل؟ لا خلصت قبلك. وليش ناطرة عيل؟ عباي أنا ما خلص الورقة كلها. لا واحدة واحدة. أنا خلصت قبلك هذه اللي فوق. جماد جماد ما عرفته. نباطة. عارفين نباطة؟ هذه نستخدمها احنا. اوكي اوكي. انتوا شو تسمونها؟ اوكي هذه اللي شو اسمها؟ اوكي. والنبات؟ نرجس. نرجس؟ وردة فع ممكن. اوكي. انا حطيت نعناع بلد. نرويج. نرويج اوكي. روح الحرف اللي وراه. يلا. انا ترى قاعد اخربطك ها؟ شلون هذي؟ أنا عند نبات واقف. المشكلة. إيه حرف الياء نبات شنو؟ أنا جماد إيش حرفه؟ أنا جماد لقيت. راح توهق إحنا. من جد لا لعبة مرة صعبة عاد. لقيت لقيت. ستوب. بلد يمن. يابان. اليمن لا ممكن نقولها من غير عاد الالف واللام لانها بالانجلش جابان يمن مو اليمن هي اليمن يعني اذا كذي بتصير الدول كلها بحرف الالف واللام الكويت السعوديه لا سعوديه كويت شفتوا كيف يمن امارات يحشر كذا ولد ياسر يسرى يده ياسمين يمن انزين اختاري انت اي حرف من احرف جماد ايش جماد يده يدة 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 الباب اي احنا نسميها يدة اوكي إيه؟ قلت عاد يد في يلوى بعد اوكي يا من يمنى جماد ما لقيت نبات تخيل قلت كتبت يرقة هذه يمكن حيوان اي حيوان وبلد عاد يمن يلا اختاري الحين انت الحرف عليك نلعب عليه اي حرف يا اخي مشكله كل الاحرف بينها صعبه اختارة يلا بسرعه ميم يلا ولد بنت اوكي اوكي ستوب الولد مازن محمد ماريا مكتبه بس اوكي انا مازن مزنه مخده موز مصر انا اللي فزت ما لحقت وصلنا للختام والله اي والله والله عاد من جد ما حسيت الوقت والله يعطيك الف عافيه صالح يعافيك ابي اعرف اخر اعمالك بسرعه على السريع اخر اعمالي صورت مسلسل مع استاذ ناصر القصبي ان شاء الله يعرض في رمضان اللي بعد هذا باذن الله طبعا مسلسل جميل رمضان اللي بعد هذا يعني بعد رمضانين رمضان الجاي لان في هو اجزاء المسلسل باذن الله وانا متواجده في الجزء الثاني فعمل جدا جميل واتشرف طبعا بالعمل مع الاستاذ ناصر القصبي وفريق العمل كامل واخراج الاستاذ مثنى الصبح وعندي مسلسل صيف بارد الحين ينعرض اي ف ان شاء الله يا رب يعني شخصيات جود تنال اعجاب المشاهدين ورؤيه اخراجيه وانتاج استاذ اياد الخزوز واخراج برضو ماجد الربيعان ومعايا عد في الخط ان خطي استاذ ابراهيم الزجالي وكدور علاقه الحب اللي تجمعنا واتمنى ان علاقه الحب تكون جميله يعني وطرحناها بشكل جميل للمشاهدين ودور الخط اخوي شعيفان محمد فاتمنى كمان خط الاخوه اللي سويناه يكون جميل وان تكون قريبه يعني لقلب المشاهدين. تحياتنا للجميع شكرا الله يعطيك نجمة السعوديه نرمين محسن على وجودك في سولو داون الله يعطيك العافيه نجم الاعلام العربي الله يعطيك العافيه